استنى يا صابر، عاجبك اللي وصلتينا ليه ده؟ فضحتينا، خليتي كل الناس تلسن علينا وعلى ابوك الله يرحمه اللي محدش كان يقدر يجيب سيرته بكلمه وحشه. وكل ده ليه؟ عشان تنتقمي من سي صابر اللي سابك؟ اهو الفضيحه بقت للكل. انت بتتكلمي بتقولي ايه؟ الست دي جت لي المحل وسالت عنه، انا زقيت الحكايه علشان افضحه واجرسه، بس مش انا اللي اخترقتها. هتفضلي عيله صغيره اي حاجه بتيجي في دماغها بتعملها على طول من غير ما تعمل حساب لاي حد، وفي الاخر يجي ابوك اللي فضحتيه يعملك كبيره عليا ويكتب لك ورثي. طبعا هذا اللي شاغل بالك، الورث وبس. ممكن الست دي تبقى بتكذب؟ شكله ما طلعش ملعوب من حد. وريني كده لقيتي ايه؟ يعني الموضوع طلع بجد؟ هي دي فيفي اللي بيقول عليها؟ على حسب وصف الناس هي دي فيفي. مش عارفه كان غايب عننا فين. منال، يعني مش انت اللي ورا الليله دي؟ وانا هكسب ايه بقى يا حبيبتي ان صابر يطلع اخويا؟ ها ياللي بتفهميها وهي طايره. بقولك ايه، احنا لازم نروح للمحامي وبسرعه عشان يقول لنا نطلع من الحفره دي ازاي. لا بقولك ايه، فوقي وتعدلي. انت دلوقتي ست متجوزه وزين مستحمل، لو طق هينفجر فيكي كده. صبري بقى اخونا رسمي، ولو حضرتك ما فوقتيش هيقشطنا ويخلينا ما نلاقيش اللقمه.